فوق الفيديو الحجرتين اللي فوق اسمهم اتريوم، والاثنين اللي تحت اسمهم ايه؟ فينتريكل. تمام. طيب بص انا هفتح فيه، بس قبل ما افتح فيه عايزه اوريكم حاجه. انا ادخل ايدي من هنا تمام عشان عايزه اوريكم حاجه. هو طالع من القلب، يعني شايفين هنا كده طالع من القلب كده جزء رايح على الرئه اللي هي اللونج. برافو. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ بالمونري ارتري. اللي رايح للرئه اسمه ايه؟ بالمونري ارتري. واللي بيضخ الدم لكل الجسم اسمه اورتا. تمام تمام. طيب هنشوفهم هنا اهو. انا هفتح من هنا بس عشان اوريه لكم. اهو اهو شايفينه؟ اهو 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 ده كده اهو بيودي الدم هنا، شايفين؟ لو مشينا انا هفضل ماشيه معاه هلاقي نفسي دخلت. بصوا فين، انتوا شايفين صباعي دخل فين بعد كده؟ هنا عند اللنج. يبقى ده مين فيهم، الاورطه ولا ولا البلمونري ارتري؟ البلمونري ارتري. اهو بصوا انا اهو من هنا اهو اهو. وفي حاجه بقى عايزاكم تركزوا معايا فيها كويس قوي. شايفين السمك بتاع الحته دي؟ رؤية انا لمسه صباعي اهو، صباعي باين حركته، لكن شوفوا السمك بتاع الجهه الثانيه عامل ازاي. تخين. او المسه علشان بيودي للأورطة. ايوه. لا لا البلمونري، البلمونري هحتفظ بيه. لا البلمونري، البلمونري بيودي للايه؟ لللنج. البلمونري بيودي لللنج اهو. شايفين انا يعني لو انتوا لامسين صباعي هيدخل دلوقتي هنا في الرئه. تمام. يبقى ده البلمونري ارتري اهو. لكن التاني بقى اللي هيودي على كل الجسم اهو، ده طالع من الناحيه التخينه من القلب، ده الاورطة. بيودي على كل all the body part. بصوا انا هفتح هكمل فتح فيه، خليكي معايا. هلاقي في النص في وول، في وول اهو اهو، ده كده اهو الجدار اهو. تمام. الوول ده ايه لازمته؟ الناحيه، الناحيه اليمين من القلب فيها الدم بيكون ايه؟ دي اوكسجينيتد، يعني منزوع الاكسجين، في كربون دايوكسيد. الناحيه الشمال، الناحيه الشمال من القلب فيها اوكسجينيتد، فعلشان ما يحصلش ميكسنج ما بين الاكسجينيتد والدي اوكسجينيتد ربنا خلق الوول. برافو. يبقى ايه فانكشن اوف وول؟ بريفنت اوكسجينيتد اند دي اوكسجينيتد فروم ميكسنج، بيمنع الاوكسجينيتد والدي اوكسجينيتد ان هم يحصل لهم ايه؟ ميكسنج. تمام تمام ماشي تمام كده تمام. طيب بعد كده هنا عندي في حاجه اسمها، طيب نقف لغايه كده منعا للخبطه، نعيد بس بسرعه. قلنا ان هو ماسكولار هولو اورجانز، عضو عضلي اجوف. تمام. اهو هو عضله اهو، انا لمساه عضله. تمام. جيت افتحه من جوه لقيته فاضي، يبقى ايه؟ اجوف هولو اورجانز. تمام. عنده فور تشامبر، اتنين فوق اسمهم اتريوم واتنين تحت اسمهم فينتريكل. اتنين فوق اسمهم اتريوم واتنين تحت اسمهم فينتريكل. في من فوق الاتنين الكبار دول، الاتنين الكبار دول واحد طالع من الناحيه اليمين اهو اهو، هدخل صباعي فيه او ادخل لكم واحد معاه قلم رفيع يستغنى عنه. معايا رفيع، عايز قلم رفيع واستغنى عنه. هدخله من هنا كده، هلاقي نفسي طلعت فين؟ طلعت فين دلوقتي انا كده؟ في اللنج. ده مين فيهم؟ البلمونري ارتري، بلمونري ارتري. طيب بصوا اهو معايا القلب اهو، ادي القلب اهو. تمام تمام. انا فتحت هنا بس، يعني انا فتحته لكم من هنا بس عشان خاطر تشوفوا اتجاههم. لما هدخله من هنا اهو هلاقيه طالع منين؟ شفتوه؟ طالع من اللنج. يبقى ده اللي بياخد الدم من الهارت لللنج، ياخد الدم من الهارت للايه؟ لللنج. في واحد تاني كبير بقى اسمه اورطة، اللي هو المفروض ان هو من هنا اهو. بصوا ده لو كملت كده هطلع جنب
جنب التريكيا شوية. ده بيودي to all body parts. ده بيودي to all body parts. طيب بالعقل كده، أما أجي أضخ لكل الجسم محتاجة قوة، لكن لما أضخ للحتة اللي جنبي مش محتاجة، صح؟ فهنلاقي لما نفتحه كده هنلاقي إن الوول بتاع الجدار بتاع الناحية اليمين thin، لكن الجدار بتاع الناحية الشمال thick. تمام؟ ليه بقى؟ الناحية اليمين بتعمل bump too long. طب ده القلب والرئة جرين، صح؟ القلب والرئة جرين. فلما اجي اعمل bump لللونج اهو، حتى هنا في المجسم باين الناحية دي thin wall، جدار رقيق thin wall بيضخ على اللونج، لكن الناحية التانية اللي بتطلع الاورطة، هنا الاورطة هو اللي لونه احمر، اللي الدم فيه فيه اكسجين oxygenated. تمام؟ تمام. فهتلاقي الناحية التانية دي، بصوا بصوا فرق الجدار من هنا، السمك، شايفة السمك هنا دي والسمك هنا دي؟ ده طبيعي. ليه؟ give reason because the left ventricle contract to push the blood to all body parts. فهمت؟ yes. تمام؟ بس كفاية لغاية كده بقى، نكمل المرة الجاية.